ابن عواد مساك الله بالخير. يا مرحبا، السلام عليكم. مساك الله بالخير جميعا. الله يطول عمرك. وشكرا الله يحييك. الله يحييك. قبل شوي بس ابشر طال عمرك. سلم ابن بادي بن عواد، اليوم عرضته امام اللجنه. صحيح الله يحييك. كيف شفت العرض؟ والله العرض طيب، العرض طيب، والتوفيق على الله. حصلت العام الماضي على المركز الاول في التلات. صحيح. والمحل انتاجه الاول. نعم. السنه هذه كيف حضور ابن عواد؟ والله حضور ذا السنه اطيب من العام. ذا السنه المنقيه خير من العام. كيف شفتوا المنافسين اللي بعد؟ والله المنافسين طال عمرك في الميدان والله يحييهم، والميدان لنا ولهم، وكلهم بياخذ حقه. فيه رجال طال عمرك قدامنا والتحكيم عندهم، ورجال طال عمرك اكفى في كل الاحوال. صحيح. غنيين عن التعريف. اكيد. مسلم، النتائج بعد ساعات ما عاد بقى شيء. صحيح. وش توقعاتك؟ والله نتوقع الاول. نفس العام؟ نعم. قدامك ملا كبل، ممكن اول يعني عادوا للمهرجان الملك عبد العزيز واحضروا اليوم معكم في الشوط. والله يا طول عمرهم عادوا، وحنا عدنا. وحنا عدنا بقوه بعد اليوم. وش دعمت في السنه هذه؟ داعمين انا نص البلدي. نص البلدي؟ نص البلدي. داعمينها طال عمرك بخمس. شوف هذا الحين. تستاهل خير. يعني رقم واحد. ان شاء الله. رقم واحد. لا يمكن انه يتخلى عن هالرقم. نعم طال عمرك، وذا السنه اقوى من هالعام. يا سلام. اللجان شايفتها والجمهور شايف. الله يوفقنا وياكم. سعيدين حقيقة بلقاك الله وياكم. موفقين خير ان شاء الله. واللي مشاركين معنا منقيات، منقيات لنا أكيد. وفيهم الخير والبركة. ما في شك. وهذا ميدان اللي بياخذه منهم مبارك له، وان اخذناه باركونا فيه. ما في شك. كلكم منافسة شريفة على هذا الميدان. الله يطول عمرك. بالتوفيق مسلم. وياكم.